تعالوا نشوف فيديو تحفيزي لمنتخب مصر وكلام تحفيزي من لاعبي المنتخب منتخب مصر لكرة اليد، ونرجع نكمل كلامنا. We will do our best to win the trophy and sure that you will help us. ان شاء الله في الماتش الفاينل تملوا الاستاد عشان ان شاء الله كلنا نحتفل مع بعض باذن الله. مستنيينكم في الفاينل ان شاء الله، بدعمكم ان شاء الله نكسب البطوله. مستنيينكم في الفاينل ان شاء الله، وعايزين جمهور اكتر من كده كمان، وان شاء الله نقدر نكسب ونفرحهم. بحب اشكر الجماهير كلها على الدعم ده، وان شاء الله مستنيينكم في الفاينل. اللقاءات النهارده مشكوره جدا، واتمنى الماتشات اللي جايه الجمهور يبقى اكتر ان شاء الله. اتمنى الماتش الجاي الجمهور يبقى موجود في المباراه ويدعمنا، عشان احنا فعلا موجود وبيفرق معانا جدا الماتشات، وان شاء الله نفرحهم الماتش. احنا بدعو الجمهور المصري كله ان هو يحضر ويملى الصاله، اكيد حضوركم هيفرق معانا كلنا. انا لعبت اكتر من بطوله في مصر، الجمهور بيفرق جدا، كنا مفتقدينكم في كاس العالم اللي فات 2021 في استاد القاهره، ففرصه ان احنا نقابلكم تاني وان انتوا تيجوا وتدعمونا، ان شاء الله كلنا في انتظاركم.